قبل ما نروح لفاصل بقى نروح مع حضراتكم لأسوان، والنهارده 22 فبراير، وتعودنا كمصريين نستقبل حدث مهم ولطيف لينا بشكل كبير جدا، خاصة فيما يتعلق بالسياحة، وهنا بنتكلم عن الظاهرة العالمية المعروفة بتعامد الشمس على وجه رمسيس في معبد أبو سمبل بأسوان. والنهارده الحمد لله كنت بتفرج على السوشيال ميديا فلقيت انه عدد كبير من المصريين والسياح راحوا يتفرجوا على الظاهرة. الحمد لله في سياحة لطيفة في الأقصر وأسوان، السياحة الشتوية الجميلة بتاعتنا، ولسه في ناس حريصين على الذهاب لمشاهدة هذه الظاهرة البديعة الحقيقة. وبتبقى فرصة دايما، طبعا احنا عارفين 22 فبراير و 22 اكتوبر بتبقى فرصة طبعا ان احنا نعيد زيارة امجاد حضارتنا القديمة ومعرفة اسرارها، وفرصة كمان من اجل التأكيد على حلاوة السياحة المصرية. دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزارة السياحة والاثار منورنا، اهلا بك يا دكتور منورنا. وتحياتي للمشاهدين حضرتك، ونتمنى يعني من السنوات القادمة نستغل هذه الظاهرة الفريدة المعجزة الفلكية اللي حيرت الدنيا، نستغلها أكتر، لأن عارف أحسن بي عندنا ستونجهانج في بريطانيا، يعني رغم أنه شوية أحجار ليس لهم أي شكل ولا مضمون ولكن بيروحها ملايين السواح. عندنا كمان في داكوتا الجنوبية في أمريكا الجنوبية اللي هي الصور اللي محتنها أو النحت اللي عاملينه لبعض الرؤساء الأمريكيين بيزورها حوالي 2 مليون. فنتمنى انها تكون هذه السياحه بنسميها واحنا في اطار التنميه المستدامه، يعني الحوار الوطني اللي اعلنه السيد الرئيس او استكماله هيناقش المره دي السياحه والاثار. ارجو ان احنا ننمي منطقه ابو سمبل، منطقه ابو سمبل ارجو نحطها على الخريطه السياحيه وتكون في يعني في كل الشركات السياحيه يبقى في برنامج سياحي، لان للاسف السياحه بتوقف لغايه اسوان، بيصوروا فيها لو خلاص، لكن منطقه ابو سمبل هي فقط يومين في السنه، هذه المنطقه البكر اللي فيها ممكن نستغل، يعني لان ما تعرفش احسن بان هناك في كمان محميه وادي العلاقي من اجمل المحميات جميله جدا، عندنا بحيره السد العالي اتمنى ان احنا نعمل عليها، وفي مطار ابو سمبل كمان ممكن نستفيد بالظبط، يعني احنا حضرتك لو نستغل هذه البحيره في عمل مسابقه كبيره لصيد الاسماك او صيد التماسيح بجانب اللي هي البحيره، او نستغل كمان المكان، وعارف حضرتك اهالينا في النوبه مميزين في لبسهم في اكسسوارهم في الكرور بتاعهم، بحيث نخلي هذه المدينه تبقى فيها اكتر. ودي ندعو من خلال برنامج حضرتك رجال الاعمال، يا جماعه انشئوا لنا مجموعه من الفنادق والموتيلات، بلاش فنادق ضخمه، حضرتك هناك في حاجه اسمها البيت النوبي، عباره عن بيجيبوا احجار وبيعملوها بطريقه بسيطه جدا، بيت غير مكلف، لان عارف حضرتك الاجنبي مش محتاج بيت فندق ضخم او سيفن او فايف ستارز، هو محتاج بيت بسيط معمول بالطريقه النوبيه. فارجو ان احنا ننشي هناك مجموعه من الفنادق، نرجو الطريق اللي موصل من اسوان لابو سمبل برضه يكون اكثر هدوءا واكثر امانا، ويكون عليه يعني علامات امان في الناس توصل بسهولة. أرجو أن الشباب يعني برضو وزارة الشباب الرياضة بتنظم رحلات للأقصر وأسوان، أتمنى أن تبدل هذه المنطقة بحيث من حق أولادنا ومن حق الأجيال أنهم يشوفوا أجمل معبدين في الدنيا، لأن جدنا حسام بيه أنا نفسي أنا شفت الظاهرة دي يعني وصورتها قبل كده وشفتها رؤية العين، يعني طبعا الواحد مهما تتكلم مهما نحكي يا محتاجة زي ما تشوفها على الحقيقة، طبعا تشوف الرودها دي أو الممر 60 متر واخرها البدايه التعامل بتبقى فعلا لحظه خياليه. خلينا نقول ما احنا محتاجين نستثمر هذا الموضوع بقى، وان تتحول هذه المنطقه مش مجرد زياره مثلا ساعتين وبعد كده بايه، المنطقه للاسف لا تنظم لها رحلات كتير جدا. فارجو من السيد محافظ اسوان مع هيئه تنشيط السياحه مع وزاره السياحه والاثار ان توضع خطه لهذا اللي هي بحيث يبقى اصلاح شامل ونعمل لها تنميه مستدامه لهذا المكان البكر اللي احنا يعني لسه حتى الان لم نستغله سياحيا. انما حضرتك مش بس يعني حضرتك عارف ان مش بس المعبدون دول اللي موجودين، ده في مجموعه من المعابد جنب هذا المكان اللي عندنا في هذه المنطقه اكثر من 6-7 معابد اخرى، ومنها 6 عاملها جدنا الملك رمسيس الثاني. فاحنا ممكن نستغل تبقى سياحه حقيقيه، سياحه ترفيهيه، نعمل حفلات في هذا المكان، وانت عارف حضرتك المكان هنا المحافظه بتعمل كل سنه كده حاجات في الكلوريه لا احنا عايزين نكبرها، يبقى حدث بقى تاريخ طبعا. يعني انا بتمنى ان احنا دي فكره حلوه وافكار حضرتك مهمه طبعا ننمي هذه المنطقه العالم، فرق موسيقيه ضخمه طبعا
ونعرضه كحدث عالمي فريد يعني. نتمنى والله احسن بي ان تكون في هذا المسار وان تتحول هذه الاحتفاليه الاحتفاليه ده معرض. عارف ان احنا عندنا معابد اخرى بيبقى فيها تعامل في 21 ديسمبر زي ما حصل في الكرنك ومعبد حتشبسوت، فيبقى عندنا سياحه جديده اسمها سياحه التعامد، ياتوا السواح مثلا 3-4 مرات في السنه يشوفوا هذه الظاهره في بعض المعابد المصريه. وده بيحدث في الكرنك وحتشبسوت ايضا بالظبط، ومعبد قصر قارون في الفيوم، وعندنا في معبد ايبس، كل ده بيحصل ما يسمى بالانقلاب الشتوي في مارس وبيحصل في ديسمبر. تخيل حضرتك مارس وديسمبر. طب سؤال اثري اخير كده، اتفضل. احنا عارفين ان الظاهره دي مرتبطه يعني فيما حسب معظم الاثريين والعلماء ان هي مرتبطه بمواسم الزراعه وموسم الحصاد، هل في اي دراسات جديده الدراسات الجديده انهم اقام المعبدين دول لكي يامن الحدود المصريه، لان دايما هي ما يسمى بفكره تمصير النوبه، لان هذه المنطقه طول عمرها هي منطقه اقتصاديه ومنطقه عسكريه في مصر، فاراد الملك رمسيس الثاني ان يعمل هذه المعابد لكي يثبت قوه مصر ويساعد على تمصير هذه المنطقه. اما دخول الشمس لان في معبودين جوه في داخل هذه المقصوره، المعبد امون رع وهو رب من معبودات الشمس، والمعبود رع حرقتي وهو له علاقه رع هو معبود الشمس، وبالتالي لابد ان يحصل فيه حاجه اسمها اتحاد الشمس. الشمس لما تخش هتعمل عمليه اللي هي فريش، هتعمل اعاده البعث والخلود في موسمين مهمين جدا اللي هو فبراير واكتوبر، وبالتالي كان الهدف من هذا الموضوع هو حمايه الحدود. لان ما دايما الناس تسال هو يعمل ليه معبدين في مكان اصلا، لو حضرتك رحت حتى الان واكيد بتروح حضرتك رحت نسبه السكان قليله جدا، ففي الوقت اللي ما كانش فيه سكان اصلا، انما كان الهدف ان هو يمصر هذا المكان، وان كان يقول للناس اللي موجودين في امبراطوريه بقى مصريه بتاعت تحتمس راحت لاثيوبيا جنوبا وبون وصل لغايه كل افريقيا، سيطر على كل المنطقه فكان ده جزء الامتداد يعني النفوذ كمان الثقافي والديني لمصر بالتاكيد. انا بشكرك يا دكتور نورتنا، وطبعا كل التحيه لحضرتك.